السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله كلكم بخير. معكم أخوكم علي من قناة دارك جيمنج تي في، وموضوع اليوم نشرح لكم تحديات العملاء الخمسة. فأنا حقسم الفيديو لقسمين، حينزل منه الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول عبارة حينزل فيه بروتوس وتي أن تين أو القط الشقي، والجزء الثاني حيكون سكاي ومايدس. تمام، فإذا حابين هاي الفكرة حطوا لنا لايك واشتراك بالقناة وكود بالايتم شوب اي كي دبل او، وخلونا هلا نبدا. طبعا قبل ما ابدا شباب، حاب اوضح لكم شيء. الفيديوهات اللي حتشوفوها هلا بعمل فيها التحديات هاي فيديوهات مصوره من اول ما فتحت التحديات، فانا بس حبيت ارجع انشر لكم اياها لانه السيزون باقي له تقريبا يومين ويخلص. تمام، ف لح اخلص التحديات، لانه اذا ما خلصت التحديات ما عاد تقدروا تجيبوا الستايل شادو او الجوست الى الابد. فنزلت هيك فيديو على السريع مشان تخلصوا انتم التحديات، وبرضه انا بستفاد مشاهدات فلوس وكود الايتم شوب اي كي دبل او بيجيب لنا كثير فلوس. حطوه بالايتم شوب، حطوه، مع انه ما هو صراحه ما بيجيب كثير فلوس، كل 10000 في بوكس 5 دولار. ف ادعمونا يا شباب، ادعمونا اي كي دبل او. وهلا خلونا نبدا على طول. طبعا شباب بنبدا مع بروتوس، نشرح لكم التحديات كيف تجيبوا ستايل تبع شادو او جوست، وبترككم مع الفيديو اللي مصوره من اول ما نزل التحدي، ويلا خليكم هلا مع الفيديو. اوكي شباب، بكل بساطه التحدي مشان تسويه لازم تروح على مكانين. المكان الاول واحد من المناطق الخمسه الجديده اللي هي هاي او الهون او المهم او بالنص او السفينه. المكان الثاني لازم تروح عليه هون، هو في بليزنت بارك فيها كمان عادي اذا بدك تروح، فانا حروح على هون اول شيء، وخليكم هلا مع شو وين بدنا نروح بالضبط. اوكي شباب، مثل ما شايفين نزلوا بهي المنطقه اسمها القرش يمكن، وتعالوا قدام الخزنه لهون، تيجي عند هدول الوحده منهم، تيجي تعمل هيك تسرق المخطط للامينه ولا شو الامينه. اوكي مثل ما شايفين اخذتها. هلا بدنا نتوجه بسرعه لهون، ما بعرف كيف. اوكي شباب، مثل ما شايفين تجوا عند علب مثل هاي، في بيضه او اسود مثل ما شايفين، لازم تجي هاي الظلام، وفي مدري شو اسمه الثانيه. المهم تجي تعمل لها هيك بعد ما تاخذها، مثل ما شايفين فتح معناه هذا الشكل. وفي كمان هون بتلاقوا النوع. وهلا خلونا نبدا مع سكن تينا. تمام، كيف تجيب ستايل الشادو او الجوست، بترككم هلا مع الفيديو كمان اللي مصوره من قبل، وشوفوا كيف بتخلصوا التحدي. الجوست انا حختار الجوست اللي هو الظل، في شبح هنل صراحه الاثنين حلوين، بس انا كل السكنات حختارها هيك، احط في قبول قيد التنفيذ، دمر 2 صندوق متاعت الشبح باستخدام المتفجرات. اوكي اوكي شباب، بس قبل ما نبدا بالفيديو التوضيحي كيف تسووا هذا الشيء، حيكون عكس اذا اخترت انت الشادو راح يكون عكس لما تختار الجوست. في علب سود وعلب بيض، تبعات الخاصه بالشادو وخاصه بالجوست. يعني اذا انت اخترت جوست دمر العلب الخاصة بالشادو، إذا اخترت شادو دمر العلب الخاصة بالجوست. فهلا بترككم مع فيديو توضيحي كيف راح اسوي هذا الشيء. اوكي شباب، مثل هاي العلب في ابيض واسود منها، فإذا أنت كنت مع عكس الفريق اللي اخترته بتحط هاي، بتجي تطلق هاي القنبلة هاي، ما راح تدمر إلا اللي أمرونا فيها، فرايح دور على وحدة من الأبيض. اوكي شباب، هاي واحدة. مثل ما شايفين كمل معنا التحدي، والتحدي جدا سهل. مثل ما وضحت لكم قبل ما ابدا بالتوضيح، لازم انك تكون مثلا انت اخترت فريق اسود يكون تفجر علب بيضاء، اخترت فرق ابيض تفجر العلب السوداء، عرفت كيف؟ وهلا شباب نبدا مع القط الشقي، وهذا اخر واحد بيكون حيكون بالفيديو هذا. راح ينزل فيديو بعد ساعة تقريبا لعند السكاي ومايدس، وهلا بترككم مع الفيديو التوضيحي وخلونا هلا نبدا. والتحدي مطلوب منك شيئين، انك طبعا تكون فاتح السكن. تمام،
ومخلص 18 تحدي من التحديات الأسبوعية اللي بتنزل لإله. بتكون مخلص 18 تحدي، وبعد ما تخلصهم بيجي بيطلب منك تحدي ثالث مشان تختار الستايل اللي بدك اياه. اخترت شادو بتسوي شيء معين، واخترت جوست كمان بتسوي شيء معين. فالشادو والجوست شباب راح تختاروا نفس الشيء، التحدي نفسه. مطلوب انه ناخذ 10 سمكات شباب، وبالعشر سمكات هدول ناخذهم عند الشادو او الجوست على حسب النوع اللي انت اخترته. اخترت اسود جوست، اخترت جوست تاخذ هذا الشيء. السمكات اللي 16 سمكات، مو شرط مو نوع واحد، اي نوع سمك معك، المهم انه يكونوا 10 سمكات. تاخذهم للسمكات هدول يا شباب، وبتروح عند العلبه السوداء او البيضاء على حسب النوع اللي انت اخترته. اخترت ابيض تمام، تروح عند العلبة البيضاء. اخترت اسود، تروح لعند العلبة السوداء. وهذا هو الفيديو باختصار، وحترككم هلا مع الفيديو شوفوا كيف انا سويت هذا الشيء. اوكي شباب، هلا بنحاول ننزل عند انا اخترت طبعا جوست، فمنشوف وين العلبة هي. بتدور عليها بتلاقوا باغلب المناطق الموجودة باللعبة مثل ما شايفين. هاي هي العلبة السوداء، بنجمع 10 سمكات مثل ما شايفينها. بنجمع 10 سمكات، تجي تعمل هيك ومبروك عليك فتح الستايل معك وبس هيك شباب. بتمنى انكم كمان. اوكي شباب، وهيك خلصنا الفيديو، وانا الصراحة كتير جدا شاكر للشخص اللي حيكمل الفيديو لهي اللحظة، وانا فعلا بقدر هذا الشيء. فعلا اذا انت هيك بتحب فيديوهات، بتحب كل شيء، بس حط كودي بالايتم شوب AKOO، وحط لنا اضغط لايك واشترك بالقناة، وخلينا نوصل 2000 مشترك. وبس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.